عندما نقرر النظر إلى أنفسنا كليبيين نجد الحياة متمثلة في حروب ومشكلات بينية شغلنا بها العالم. حتى في وهلة نظن بأننا نحتاج إلى أمم متحدة خاصة بنا تبحث عن الحل نيابة عنا، لأننا أرهقنا الوطن وجعلناه يئن بسببنا. عذراً لأنني استخدمت لغة الجمع، ولكن كلنا مسؤولون. احتكمنا إلى الانتظار الغريب عن صفتنا العجولة حتى أصيب الشعب بالترهل والكسل وأخذ وضعية الانتظار. ولكن ينتظرون من؟ الانتهازيين أم قطط السمان أو الجهويين؟ وحتى تم تسميتهم بالديناصورات. فنحن مستعجلون في قضاء الأمر الحياتي اللحظي، وفي الوقت نفسه كسالى في تحقيق أحلام كبيرة بل مصيرية يجب تحقيقها. ويبقى المنتظر لدينا هو أحلامنا أو أوهامنا، أو أقول لا فرق. أهلا بكم في حلقة جديدة من هنا ليبيا. إصابات جديدة بكورونا في البيضاء، غلاء الأسعار يثقل كاهل الأهالي بأباري، مهرجان الخريف السياحي ينطلق بهون. أهلاً بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من هنا ليبيا، ونبدأ كالعادة بآخر أخبار كورونا، حيث حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تفاقم انتشار وباء كورونا المستجد في ليبيا بسبب الصراع المستمر وغياب الأمن الداخلي والأزمة السياسية والاقتصادية، وذلك بمعدل ينذر بالخطر مقارنة بالدول المجاورة. وكشف تقرير رسمي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن جهود البقاء في المنزل لإنقاذ الأرواح تعتبر رفاهية ل 392 ألف ليبي لا يزالون نازحين نتيجة الحرب الأخيرة في البلاد، وهو ما أدى إلى تسجيل ليبيا أعلى نسبة إصابات في شمال أفريقيا ب 13 مصاب بفيروس كورونا بين كل 1000 مواطن. وأضاف أن نقص الخدمات الأساسية واستمرار انقطاع الكهرباء والمياه التي تؤثر على ثلث الشعب الليبي يجعل من المستحيل على الناس ممارسة إجراءات بسيطة ولكنها ضرورية. نتابع آخر إحصائية لفيروس كورونا ونعود. أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية بالبيضاء عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأشار المركز عبر صفحته بموقع فيسبوك إلى أن اكتشاف الحالات الثلاث جاء خلال المسح الثاني، كما قام المركز بزيارات متكررة لدار المسنين للإطمئنان على الأوضاع الصحية للنزلاء والعاملين بالدار. حول هذا الموضوع ينضم إلي مراسل القناة محمد الشباح. أهلا وسهلا بك محمد في حلقة هنا ليبيا. ما آخر المستجدات بخصوص الحالات المستجدة؟ محمد الشباح، نعم يبدو بأننا فقدنا الاتصال بمراسلنا محمد الشباح، سوف نحاول الاتصال به في وقت لاحق من هذه الحلقة. نظم مصرف الدم المركزي في طبرق ورشة عمل حول الارتقاء بفريقه الطبي بالتعاون مع مركز الكبد بنغازي، هذا وناقشت الورشة كيفية التعامل مع فصائل الدم المختلفة وأهمية مصارف الدم في إنقاذ حياة المرضى. نتابع. كان في مشاركة بين مصرف الدم المركزي بنغازي بدعوة عن طريق جاتنا عن طريق مصرف الدم طبرق وعن طريق وزارة الصحة، بحيث نشوفوا آلية شغل وعمل مصرف الدم طبرق وتوحيد آلية الشغل يعني في مصارف الدم على مستوى المنطقة الشرقية بالكامل.
وفعلا بدينا اليوم وعطينا اول محاضره وشفنا اليه عمل شغل المصرف طبرق وقيمنا المكان، وما زال حتكون في محاضرات الفتره المسائيه وحيكون في محاضرات ان شاء الله بكره الخميس الصباح. الاشياء اتطرقنا ان اول حاجه حكينا عليها اساسيات ما اساسيات والمعايير القياسيه لمصرف الدم وكيف تطبيق الجوده في شغل مصارف الدم، وبدينا نحكوا على وعطينا محاضرة تعريفية لشغل مصارف الدم وكيف مصرف دم مركزي بنغازي كيف آلية الشغل متاعها وكيف يخدم، وبدينا فعليا بدينا نحطه في أساسيات بحيث نوحده بين آلية الشغل بين المصرف الدم بنغازي وبين مصرف دم الطبرق، وشفنا شنو الاحتياجات اللي محتاجة المصرف الدم طبعا كبداية لأن مازال يعني لهمش فترة بسيطة بدين، فكبداية لهم بداية موفقة وكويسة، لكن مازال ينقصهم بعض، محتاجين التدريب، محتاجين بعض الأجهزة، بعض المعدات، وتوصلنا أن يعني مش حيكون هذه الزيارة الأولى بحيث حتكون في اتفاقية يعني بيناتنا، يا بحيث نحن ندزوا استاف من عندنا يدرب أو أن مصرف دم طبرق هو اللي حيدز مجموعة فنيين ويدربوا عندنا في بنغازي بحكم أن نحن عدد المتبرعين أكثر وأن الأجهزة والمواد متوفرة في مصرف الدم بنغازي. يعود إلي مشاهدينا الآن مراسل القناة من مدينة البيضة محمد الشباح ليحدثنا عن آخر المستجدات فيما يخص الوضع الوبائي في المدينة. أهلا بك محمد إذا كنت تسمعني الآن. نعم مساء الخير فرج، أهلا وسهلا بك، تحية طيبة لك ولكل المشاهدين. أهلا وسهلا بك، ضعني في صورة آخر المستجدات حول الوضع الوبائي في مدينة البيضة. نعم الوضع الوبائي في البيضاء ربما لا يختلف كثيرا عن باقي المدن، ولكن الجبل الأخضر وما له من خصوصية خاصة في هذه الشهور وكل نعم محمد نعم انقطع الاتصال بمراسلنا محمد الشباح، طبعا كما يعلم الجميع التغطية وانقطاع الكهرباء، شكرا جزيلا لك على كل حال. أعلنت شركة البريغا لتسويق النفط عن وصول عدد من النواقل إلى ميناء طرابلس محملة بكميات كبيرة من مادة البنزين، واعتمدت الشركة عملية التوزيع المباشر من الميناء مباشرة إلى محطات التزويد بالمناطق كافة مجددة تأكيدها بتوفر الوقود، إذ سيتم اختيار العمل خلال الفترة الليلية كذلك، وتشهد محطات الوقود في العاصمة طرابلس وجوارها زحمة خانقة بعدما بدأ المواطنون يتهافتون إليها لملء خزانات لسيارتهم. الآن مشاهدينا نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وبالعودة إلى أزمة نقص البنزين في العاصمة طرابلس ينضم إلي المدير المكلف في طرابلس لشركة ليبيا نفط المهندس عماد المجري. سيد عماد أهلا وسهلا بك في هنا ليبيا، يعني أزمة البنزين يعني ليست بالجديدة، هي أصبحت للأسف أزمة موسمية، ما الجديد هذه المرة؟ كيف يعني تفاقمت؟ السلام عليكم. اهلا بك. وعليكم السلام. مساء الخير. طبعا احنا نتكلم تو باسم شركه ليبيا نفط. شركه ليبيا نفط تملك 36 محطه مملوكه داخل طرابلس وسبعه محطات خاصه. وبما يخص الوقود متوفر اليوم بين امس واليوم، وزعنا كميه كويسه من شركه البرقة. طبعا هي شركه البرقة هي اللي تعطينا احنا الوقود، احنا بنوزع على المحطات. وما يقارب على 2 مليون ونصف لتر نزلت للمحطات. لا تو كويس يعني، انا سمعت منك انه بما يخص محطات ليبيا نفط. ممتاز جدا. طيب ليش في ازمه تو في طرابلس؟ الازمه اللي في طرابلس هذه ما هو لان الباخره لما تجي الناقله لما جات بنظرا لظروف الطقس نتاع البحر وكذا ما خشيتش نهارين بس لا اكثر ولا اقل. فلما ما خشيتش نهارين فهذا شنو صار؟ بس انه صار الناس صارت زحمه على الوقود لا اكثر ولا اقل. وبالنسبه للوقود احنا علاش ان زمان مثل ما كانتش في الفتره اللي فاتت مثل وكذا لما كان المستودع يشتغل مستودع طرابلس ما كانتش تصير الازمات هي، لان يبدا عندها مخزون شركه بريغا وتعطي الكميات للشركات ونوزعوا احنا يعني هذا المخزون حسب ما فهمت منك انه هو متضرر سيد عماد. المخزون الرئيسي
يعني المخزون الرئيسي الاحتياط يعني إيه. يعني هذا متضرر ولا ماذا يعني؟ كيف المخزون؟ المخزون تو بالنسبه لنا احنا من المخزون من الباخره طول طبعا من الباخره من الناقله للمحطه طيب طول. البعض السيد عماد يقول لك ان يعني مدينه زي العاصمه طرابلس وبها يعني عدد كبير من السكان، الا يجب ان يكون هناك يعني احتياطي يعني بحيث انه يتم مجابهه اي ازمه او نقص في وقود الديزل، يعني حتى في مساله انه في حال انه تعثر زي ما حكيت انت تو ان الناقله ما قدرتش تخش يعني بسبب الاحوال الطقس، يعني المفروض في حل اخر، في حل اخر، في احتياطي ممكن ترجع للشركات. والله موضوع هدايا تبقى شركه البراقه، ما بتكونش احنا شركات التوزيع، فهمت؟ شركه البراقه هي لو تصين مستودع طرابلس هذا اللي كنا نزودوا منها في السابق وكان في مخزون احتياطي كانت الامور تمشي تمام، لان هم تو تجي الباخره ما تاخذش خمس ايام لين بتخش الثانيه ولا ست ايام، فهمت؟ يعني ما فيش مخزون احتياطي سيد عماد صح؟ ما فيش مخزون احتياطي، ما فيش مخزون احتياطي، لا ما فيش. عندك يومين اللي فاتوا نجيبوا فيها من الزاويه، احنا الوقود نجيبوا فيها من الزاويه لطرابلس في محطاتنا هنايا. طيب بالنسبه لل الوقود احنا لو شركه البريقه تعطينا الكميه اللي نطلبها احنا في الوقود حنقضوا على الزحمه، وهي باذن الله تو بالنسبه بين اليوم وغدوه حتنتهي الزحمه باذن الله. يعني تعطي اطار زمني ليوم الغد وتنتهي هذه الازمه على المحطات باذن الله. باذن الله الفضل لرجال الامن اللي موجودين في المحطات وبالنسبه لنا احنا والله ليل ونهار ونشتغلوا ونحاولوا نوصلوا الوقود. واحنا بطبيعه الحال نشدوا على ايديكم سيد عماد، نشدوا على ايديكم وايدين كل المخلصين يعني في هذه المرحله، يعني مش تجابهوها بالطريقة السليمة وتعاونوا حتى الناس اللي عانت الحقيقة ويلات يعني من أزمة بنزين، أزمة كهرباء، أزمات كثيرة الحقيقة، يعني ما بعد المواطن. احنا نتمنى لكم كل التوفيق. والله يا غالب بالنسبة لي نعطيك معلومة بالنسبة للناقلة لما تجي للميناء زيارة الوقود تستغرق في ساعة إلا ربع باش تتعدى. صح. سيارة الوقود بما أن لما كانت سيارة الوقود في مستودع طرابلس ما تاخذش ربع ساعة تتعدى السيارة. حتى هذا الوقت الزمني راهو يأخر في عملية وصول الطلبيات في المحطات. وفي تعاون بين الشركة متاعكم، في تعاون بين الشركة متاعكم والشركات الأخرى العاملة في طرابلس؟ في تعاون يعني بيناتكم؟ الشركات الراحلة والشرارة الأخريات إيه؟ كيف؟ من ناحية التعاون يعني التعاون بحيث يعني يتم حلحلة يعني هذه الأزمة، حتى في التواصل يعني مع محطات الوقود بأن هم يشتغلوا حتى لساعات متأخرة، حتى يوصل لمرحلة أن هم يشتغلوا حتى الـ 24 ساعة. ايه صح، احنا تو ولا امس احنا في الليل طول المحطات كلهم عندي غير مجيه من الوقود، امس البريقه اول ما وقفت الناقله بدينا نوزعوا الليل طول واحنا نوزعوا المحطات. وهو المواطن المفروض لما يشبح سيارتين وثلاثه تخش في المحطه خلاص يطمئن ان البنزينه موجوده، ما في داعي من الزحمه ولا الربكه اللي يديروا فيها بالسرعه لا اكثر ولا اقل. تمام. ايوه، وبالنسبه لنا احنا كشركات احنا محددين بكميات معينه من شركه البريقه. مثل شركة البريقة تجي تقول لك انا راني اليوم بنعطيك كلي مليون و100، مليون و200، مليون ونص، وانا من العاده انا لو اني ليه بدي نقطع نضغط على قصدي نغطي الزحمه هذه ونغطي الازمه اللي تصير في المحطات، انا بالنسبه لليبيا نفط نتكلم على شركه ليبيا نفط ما يقارب عن مليون ونص يوميا، لو نوزعهم زوج مليون ونص ما تفكرش فيها ان البنزينه تنقص بكل. بالضبط، يعني هنا السؤال، يعني مفروض ليش ما يتمش يعني العمل على هذه النسبة التي تحدثت عنها الآن، يعني ليش ما يتمش التوزيع بهذا الرقم؟ والله الكميات بسيطة، كمية الله غالب الباخرة لما تجي ممكن بنظرة للظروف البحر وكذا، يعني ما نقدرش نقول لك مثلا راهو المشكلة فيهم هم ولا المشكلة في جهة ثانية، لا، لأن ليه الباخرة في نظر الظروف هذه مرات الباخرة الناقلة لما تخش هذه الثانية ما تقدرش تخش نظرا لظروف الظروف الطقس، فهمت؟ فهذا عشان يعطلها بس تخش الثانية بس. نعم، ممتاز جدا. احنا لو ناخذ الكميات اللي تعطيها لنا شركة بريقة مثل لو ليبيا نفط، احنا بحكم ان احنا افضل
افضل محطات في طرابلس كموقع استراتيجي وكاكثر محطات يدينا فتره. احنا لو ناخذ زوج مليون ونص في اليوم باذن الله تقضي عليها لازمه الوقود بالكامل بغض النظر عن الشركات الثانيات اللي معنا. تمام نعم وصلت الفكره ونتمنى لكم كل التوفيق. طبعا زي ما قال السيد عماد المجري وهو مدير منطقة طرابلس الكبرى في شركة ليبيا نفط، يعني طمن كل المواطنين بأن أزمة البنزين في العاصمة طرابلس سوف تنتهي، يعني في إطار زمني حسب ما قال إنه هو يوم الغد، يعني فبالتالي نبتعد عن حالة الهلع والاكتظاظ والعصبية، ونعرف إحنا المشاكل يعني في سوابق الحقيقة في محطات الوقود فيما سبق حتى حالة الاحتقان بين المواطنين. فبالتالي شكرا جزيلا لك عماد المجري من شركة ليبيا نفط، حدثتنا من العاصمة طرابلس. نكمل الآن ما تبقى من هذه الحلقة، حيث يعاني سكان المنطقة من غلاء الأسعار، وفي ظل نقص السيولة يصبح الأمر أكثر صعوبة. مراسلنا عبد السلام الحيطوم والتقرير التالي الذي يحمل التفاصيل. غلاء فاحش يجتاح الأسواق المحلية بالمنطقة الجنوبية، فبعد أن وصل سعر الكيلو الواحد لخضار الطماطم ما بين 8 إلى 9 دينار، حتما ستصبح اللحوم والفاكهة ومضات أحلام لدى المواطن البسيط من ذوي الدخل المحدود، فكيف له أن يؤمن احتياجات أسرته اليومية وراتبه هو الآخر سجينا خلف قضبان المصارف التي خلت خزائنها من السيولة النقدية. الآن الناس في الجنوب متملحين في لازالت الصفر، ولا فيش حد معدل عليهم، الحكومتين ما فيش حد معدل عليهم ولا فيش حد يتبع فيهم. بالله العظيم احنا الان كم لينا توا سيوله ما جاتناش ومتملحين. السوق الخضراء غالي، سوق المواد الغذائيه غاليه، جميع الحاجات غاليات. الان كيلو طماطم يمكن يساوي 10 دينار يا اخوان، ما فيش حد يسبح فينا. احنا الجنوب ما فيش حد يسبح فيهم، لا يسبح فينا الحكومه الشرق ولا تسفين عن حكومة الغرب. أينما ولت وجوه المواطنين في الجنوب الليبي تتكالب عليهم الأزمات وتنقطع سبل العيش، فقبل أن يسترد المواطن البسيط قواه من الصفعة الأولى حتى يلقى صفعة أخرى، وهي أزمة الوقود والغاز وغلاء أسعارها في سوق السوداء التي لا زالت تخيم بظلالها الوخيمة وأرهقت كاهل المواطنين. لأن الغاز طهي من معدوم في السوق في المستودعات تبع الدولة في المنطقة وخط الوادي، معدوم بشبه كامل موجودة كلها في السوق السوداء 70 دينار، 90، 120. نتمنى من الدولة تشوف من الجانب هذا لنظر المواطن. المواطن يشكي من قلة السيولة، والاسطوانة الغاز واصلة 70-80 دينار واجد على المواطن. هكي اشتعلت رؤوس المواطنين شيبة في انتظار انتهاء هذه الأزمات المتكررة، وتتصاب معاناتهم في كل مناشدة لم يلتفت إليها المسؤولين بالحكومات المتعاقبة. فهل سيستمع رواد المناصب إلى هذا الصوت فيعقلون؟ عبد السلام الحيطوم من الجنوب المنسي لقناة WTV. حول هذا الموضوع ينضم معنا التواتي بكا، عميد مكلف ببلدية الغريفة. سيد التواتي أهلا وسهلا بك في برنامج هنا ليبيا. كيف يبدو الوضع في البلدية؟ يعني لماذا كل هذه المشاكل التي تبعناها قبل قليل في هذا التقرير؟ بداية السلام عليكم، طبعا نحييكم وحيي قناة الوسط على هذه التغطية ومتابعة معاناة المواطنين في المنطقة الجنوبية. بالتأكيد حينما نتحدث عن الواقع السيء الذي يعيشه المواطن في المنطقة الجنوبية عامة، سواء كان من الجانب الخدمي أو من الجانب خاصة الجوانب الأساسية التي تمس المواطن، سنتحدث أولا بالتأكيد على مشكلة الوقود، وهي من المشاكل المتراكمة لسنوات في المنطقة الجنوبية، وهي معاناة انعكست على كل مناحي الحياة، لأن الوقود هو أصبح من الأساسيات التي يستوجب أن تكون موجودة سواء كان للمصالح العامة أو للخاصة أو للمواطنين. وهذه معاناة حقيقة انعكست سلبيا. الآن أصبحت الوقود أو وجود الوقود في المنطقة الجنوبية يعتبر يوم عيد، حينما تصل الوقود إلى محطات المناطق الجنوبية يحتفل بها
وكأنما نحتفل بعيد أضحى أو بعيد وطني في هذه المناطق للأسف. السبب حقيقة نحن الآن المنطقة الجنوبية أصبحت وكأنها ليست جزء من الدولة الليبية نتيجة ما يعانيه المواطن. على سبيل المثال حينما يذهب المواطن إلى الشمال يجد الوقود أو تعبئة الخزان الوقود لا يتجاوز إلا 9 أو 10 دنانير، بينما إذا أراد المواطن أن يتحصل على الوقود في المنطقة الجنوبية لا يقل عن 300 أو 350 دينار. هو حتى المشاهد لما يتبع في كلامك سيادة العميد يعني يعرف إن في أزمة وقود في المنطقة الجنوبية، والموضوع هذا قديم. ليش كل هذه السنوات ولحد اليوم ما فيش حلحلة لهذا الموضوع؟ يعني بالاعتبار ان احنا نشوفه قبل شويه كان معنا مسؤول في طرابلس، وفي ازمه الان تشهدها المدينه وفي ازدحام غير عادي، لكن الجنوب فعلا في مشكله يعني من خلينا نقوله يعني من 2011 2012 لحد هذا اليوم. ليش ما فيش حلحله واضحه؟ اعطيني السبب، تواصلتوا مع الجهات المسؤوله شنو يقولوا لكم؟ اعطوكم يعني سبب صريح لهذا الموضوع؟ نعم، احنا تواصلنا مع الحكومتين حقيقة في هذا الجانب طيلة السنوات الماضية. مشكلة الوقود حقيقة انا اراها انها مشكلة مفتعلة، والدليل على ذلك ان الوقود متواجد في المحطات او في السوق السوداء، ويصل الوقود الى السوق السوداء، وانما المحطات الدولة لا يصلها الوقود الا بمناسبات. ما انت بتخليني بنقول لك يعني سيادة العميد حرمها، يعني خلينا نكون معك صريح. يعني هي انت قلت لي الان في الوقود متوفر في السوق السوداء وبعض المحطات، يعني المشكله مرات ما نلوموش حتى للشركات اللي هي تغدي في البنزين يعني في المناطق، ممكن المشكله من الداخل. لا لا لا, لا المشكله ما هيش مشكله داخليه، لان نعم سيد التواتي للأسف انقطع الاتصال بالتواتي بكى عميد مكلف ببلدية الغريفة. شكرا جزيلا لك على كل حال كنت معنا. أحيت المؤسسات التطوعية بمنطقة الجفرة بمزرعة السيد أحمد بركوز حفلا ضم كافة فرق العمل التطوعي بهون وسوكنا وودان، وكذلك جمعية الهلال الأحمر الليبي وفوج الكشافة والمرشدات وبيت الشباب. وتم من خلال هذا الحفل تأبين للراحل محمد محمد الخير الذي يعد أحد أبرز أعمدة التطوع بالمنطقة. نتابع. نتاج عام متواصل من الأعمال التطوعية والإنسانية في مختلف المجالات، وبالرغم من تزامن اليوم العالمي للتطوع والذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام، أثناء قيام فرق العمل التطوعي بالجفرة وبقية المؤسسات التطوعية الأخرى بصيانة مفترق الطريق الشرقي لمدينة هون، أجل الاحتفال بهذا اليوم والذي يحتفي به العالم في كل عام، حيث أحيى المؤسسات التطوعية بمنطقة الجفرة بمزرعة الأستاذ أحمد بركوس بهون حفلا ضم فيه كافة فرق العمل التطوعي بسوكنا وهون وودان، وكذلك جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع هون وفوج كشاف ومرشدات هون وبيت شباب هون. تخلل الحفل كلمات عدة لمختلف المؤسسات، حيث تم ومن خلال هذا الحفل تأبين الأستاذ الراحل محمد محمد الخير والذي يصادف 5 ديسمبر من عام 2020 الذكرى الأولى لرحيله، حيث يعد الفقيد أحد أبرز أعمدة التطوع بمنطقة الجفرة. هي فرقة هون للعمل التطوعي تحيي اليوم العالمي للتطوع 5 ديسمبر من كل عام بمشاركة فعالة من كل فرق العمل التطوعي في هون وسوكنا ودان، أيضا مؤسسات المجتمع المدني كانت شبيبة الهلال الأحمر وفوج كشاف هون وبيت شباب هون وكل مؤسسات المجتمع المدني معنا في هذه الاحتفالية الرائعة. أيضا تم تأبين أو حفل تأبين للأستاذ المرحوم محمد محمد الخير أحد رموز العمل التطوعي في مدينة هون أيام الستينات والسبعينات إلى أن وفاه الأجل، نسأل الله له الرحمة. نتمنى ونبارك هذا التجمع المبارك، أيضا نتمنى أن يوفق كل الشباب المتطوع في هذه المدينة وفي كل مدن الجفرة بالعمل لصالح الوطن والمواطن. هم قدموا ما عجزت الحكومات في شرق البلاد وغربها عن تقديم الخدمة لمواطنيها بالرغم من دورهم المساند، ولكن هنا سؤال
بدأ يقول المسؤولين الحكومات دافع وطني لخدمة وطنهم مثل ما يفعله المتطوعون في مختلف المجالات. لقناة دبليو تي في الزبير العربي بلدية الجفرة. بالعودة مشاهدينا إلى عميد بلدية الغريفة المكلف التواتي بكة. سيد التواتي أهلا بك من جديد. يعني كنت قد سألتك قبل أن ينقطع الاتصال عن السبب الرئيسي لأزمة نقص الوقود يعني في الجنوب. يعني ما السبب؟ هل هو سبب داخلي أم سبب خارجي؟ باعتبار أنك تكلمت وقلت أن في سوق سودا وفي محطات تاخذ ومحطات أخرى لا، شن السبب الرئيسي لتوضح الرؤية قدام اللي تبع فينا الآن في هنا ليبيا؟ هو بالتأكيد أولا هذا التزاما على الشركات كما يتوقع. الشركات المقيمة الآن بتوفير الوقود في بعض المحطات سواء كان في الشمال أو في الوسط يتوجب عليها سواء توصل الوقود بالمنطقة الجنوبية، لأن المنطقة الجنوبية هي جزء من الدولة الليبية كما يوصل الوقود بالمنفوذ. مثلا على سبيل المثال في منطقة سرقة أو في بنغازي أو في طرابلس يجب أن يوصل الوقود المواطن الموجود في أوزاري أو موجود في غاد سواء بسواء. المسؤولية هي مش مسؤولية في البلدية اللي بتوصل الوقود، لأن الشركة هي مسؤوليتها توصل الوقود عند المحطات الموجودة في المنطقة الجنوبية، وهذا جانب من ذلك هي مسؤولية هذه الشركات. الناحية الأمنية حقيقة لما نتكلم الناحية الأمنية المنطقة الجنوبية ولله الحمد الآن الوضع الأمني فيها جيد. يعني ممتاز جدا. أسباب تمنع أن يتدفق الوقود ويصل المنطقة الجنوبية. ممتاز. ولكن حقيقة أنا لم نفهم حقيقة هذه من الإشكالية. الآن احنا حفظنا كل الشركات المحطات طالبة بالوقود وتحدد عنها مثل الوقود. أيضا الوقود بنوعين سواء كان الديزل أو وقود البنزين، كذلك أيضا وقود الغاز وهو في شحة وحتى يوجد بأسعار حقيقة عالية. الآن المواطن عنده على سبيل المثال يتحصل على اسطوانة الوقود في 35 و40 دينار، بينما المواطن الموجود في بعض المناطق الشمال يتحصل على اسطوانة الغاز ب 3 دينار أو 4 دينار بعدد الأسعار الواحدة. وهذه من التفاوت في الأسعار حقيقة أبقى الكاهل المواطن في المنطقة الجنوبية. الآن المواطن لو تبقى كل التقارات حقيقة التي تنتظر جاهزين في حياته أصبح الأقل المواطن يعيش تحت خط الفقر نتيجة الرسالة سيد التواتي، الرسالة اللي تبي توجهها والنداء من برنامج هنا ليبيا شن تقول؟ نعطيك 30 ثانية. أنا الرسالة بالموجهة للحكومتين، وأتمنى الآن أن يتم توحيد الحكومتين وتصبح حكومة واحدة، وأن تلتفت الدولة للجنوب، ويجب أن يعامل بالمواطن في المنطقة الجنوبية أسوة بالمواطن في كل المناطق الليبية. يجب أن المواطن في الجنوب ينال حقه. حقيقة هذا الاتهام لا بمعنى حتى هو بمعنى هو صحيح اتهام حقيقة في سبيل المعيش في المواطن في المنطقة الجنوبية. يجب أن توصل الخدمات. نسأل من الله أن تكون وصلت هذه الرسالة. وللأسف يعني لضيق وقت البرنامج أنا مضطر نختم معك سيدة تواتي بكة عميد بلدية الغريفة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هنا ليبيا في هون حيث يقام من كل عام مهرجان الخريف السياحي الدولي محتفيا بعراقة التراث والفن الأصيل لهذه المدينة خاصة وبقية واحات الجفرة عامة. مراسلنا الزبير العربي والتقرير التالي. في إحدى واحات الجفرة المتربعة في قلب الوطن والتي يتربع الوطن في قلبها يقام كل عام بمدينة هوم فعاليات مهرجان الخريف السياحي الدولي محتفيا بعراقة التراث والفن الأصيل لهذه المدينة خاصة وبقية واحات الجفرة عامة، فيتنادى أهالي المدينة وأحباء الخريف لتتزين المدينة بجريد النخيل وتطلق ليالي السهر تحت إيقاع الطبل ونغمات المزامير التي تجسد العرس الهوني وتعكس تراث هذه المدينة فتجسد الحياة اليومية لأهالي البلدة القديمة، ويلتقي الأحبة من مختلف ربوع الوطن. ولكن هذا العام لم يكن الخريف كما كان بسبب الجائحة، ومع كل ذلك قررت اللجنة الأهلية لمهرجان الخريف بأن لا يتوقف هذا العام وتنطلق فعالياته التي قامت مؤخرا بتصويرها وفق الإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا، واختير للدورة 24 شعار أبعدتهم الجائحة وقربهم المهرجان. الدورة هذه هتكون على الأونلاين يعني على شبكات التواصل الاجتماعي، ما فيش حضور ما فيش جمهور،
نظرا قلت لك كيف ما أسلفنا في البداية لظروف جائحة كورونا، ولكن احنا تعودنا كانوا ضيوفنا يجونا، المرة هذه احنا اللي بنمشوا لهم في حياشهم بإذن الله، حتكون تجربة إن شاء الله رائعة بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله. للمشاركة في المهرجان لم تقتصر عادة في السابق على أهالي المدينة فقط، بل كانوا يأتون من مختلف البلديات للمشاركة ضمن فعالياته، وبذلك فقد قررت اللجنة المكلفة أن يكون لكافة محبي الخريف بمختلف المدن أن تكون لهم بصمة في هذه الدورة الاستثنائية. المعارض اللي قلت لكم عليها انتوا قلت لكم قبل شوي التراثية، لكن هناك جمعية تفاصيل ترعى المعرض الخاص بالفوتوغراف المصورين على مستوى عالمي، أيضا حاولوا يشاركونا من جميع أنحاء العالم كيف ما تعرفوا، توفر لنا مادة العرض بأن احنا نقدروا نتواصلوا مع فنانين من خارج المنطقة. مؤكدين أهالي مدينتهم بأن فرحة المدينة لن تتوقف مهما كانت الظروف صعبة، وأنه بالإرادة سيثبتون للعالم أنهم قادرون على صنع الحياة ولو كانت مكانة الموت أقوى. لقناة WTV الزبير العربي مدينة هون. أقامت إدارة الكتيبة 104 مشاة التابعة لمنطقة طبرق العسكري عدواً لجنود وضباط، وضباط صف الكتيبة امتد لثلاث كيلومترات داخل المدينة. وبحسب آمر الكتيبة فإن هذا النشاط يأتي للحفاظ على اللياقة العسكرية. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، عقيد عبد السلام علي يونس، آمر كتيبة 104 مشاة طبرق. طبعاً اليوم عندنا تمرين أو تدريب الطلبة والعسكريين موجودين في الكتيبة على نوع من الرياضة تحفيزاً للضبط والربط العسكري، اللي هو مساحة حرولة وبعدين مسافة اقتراب ضاحية داخل مدينة طبرق، في إطار المحافظة على لياقة العسكري وتحفيزه على الضبط والربط العسكري. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا، على أمل اللقاء بكم مجدداً. دمتم ودام الوطن بألف خير. في أمان الله.